امتى ممكن اسايد افكت دي في الديفلوبمنت؟ ممكن من اول الاسبوع الرابع، دي حاجه. والحاجه الثانيه اللي هو عامل اوبسرفيشن، اللي هو لقوا منين حوالي 17 اسبوع ممكن المانيفستيشن دي تبان. طب هل في ريسك فاكتور للناس اللي ديفلوب بريوريتي فانكشن؟ اه في ريسك فاكتور، اللي هو لو هي فيميل دي حاجه، اللي هو هنا موجود عندنا في الفيشن بتاعتنا. ولو كلنا رجعنا تفكيرنا نبص مين اللي قابلنا عنده بريوريتي فانكشن بتاعتنا معظمهم فيميل. حاجه ثانيه، كل ما البيت بيكبر كل ما كان برضه الليابيلتي ان هو يكون فيه بريوريتي فانكشن. الحاجه الثالثه البريزنس اللي هو الانتي بودز. طب لما الواحد بياخد انترفيو ممكن تبقى البرزنتيشن دي مينلي هايبوثايرويديز، ودي بتبقى اوتو ميون، لان 90% من الناس اللي عندهم الانتي بودز دي حاجه ممكن تبقى هايبر ثايرويديز. والهايبر ثايرويديز دي بتبقى شكلين، يا اما جريفز ديزيز، يا اما اللي بتبقى فيه ديستراكتيف ثايرويدايتس، ودي بتبقى الهايبر ثايرويد فيز. ازاي بقى بيحصل يعني ايه الميكانيزم بالنسبه للهباتيتس سي ذات نفسها؟ الهباتيتس سي دي طبعا بتعمل لوك انفيرمنتال ايميون ريسبونس، بتحصل سيميليشنز للليمفوسايتس والسايتوكاينز، كل دوت بيعمل ايه؟ اوت ميون مانيفستيشن. والحاجه الثانيه برضه في الجزء الثاني والجزء الثاني ده مهم، اللي هو ان الجزء من السيكونس بتاع الامينو اسيد بتاع الهباتيتس سي بيشير مع التيشو وهو دوت اللي هو بيعمل ايه؟ طيب بالنسبه للانترفيرون، طب ليه الانترفيرون؟ هو الانترفيرون بيأجريفيت او بيزود الانترفيرون وبيشتغل ان هو عن طريق الاتش تي اس كونتريتش كومبلكس، بالاضافه ان الانترفيرون نفسه بيلاقوا فيه هايلي توكسيك. طيب هل انا بقى في حاجه اقدر اتكلمها او اعرفها؟ يعني هل دوت مثلا ايه؟ لا هو ما لهوش في ريليشن من اول ما اقدرش اعرف. ما فيش مثلا ريليشن بين الجينوتايب، ما فيش الجينوتايب الفلاني هيجي معاه ثايرويد. الفايرال لود برضه ما فيش ليه اي علاقه. لما ابتدوا يشوفوا لو واحد فيهم بس او اثنين فيهم على ريليشن فايرال، برضه ده زي ده ممكن تيجي السايد افكت اللي هي. هل ده ليه علاقه بالفايرال كاينتكس؟ بقى هل ليه علاقه بالاوتكم؟ كل ده ملوش ليه اي علاقه. طيب بالنسبه بقى للتريتمنت، يقول ان معظم الحالات بتبقى هايبوثايرويديز. والحقيقه الرقم هنا اللي هي التي اس اتش بتاعتنا اللي بنسمع، احنا شفنا يعني الارقام اللي هي التي اس اتش 80، وال 80 ده عالي جدا. يعني مجرد ان احنا بنعمل ريبليسمنت ثيرابي وبيبدا البيشن يكمل الانترفيرون لغايه لما يجي يخلص الانترفيرون بيجمنت، يوقف الثايروكسين ولا ما يوقفوش؟ والله هي كل الريفرنس بتقول ان هو بيبقى ترانزنس، لكن كان في درجه ثانيه للستدي وقالت ان دوت بيبقى بيرمنت. يعني يمكن حتى الكونكلوجن انا شفت في الريفرنس ان الواحد بعد ما يخلص الكورس بتاع الانترفيرون بيشوف التي بي او ولا ما فيش. لو التي بي او ده عالي يبقى ممكن البيشن ده هيخش في البيرمنت وهيفضل مستمر ياخد الانترفيرون. لو تي بي او مفيش نيجاتيف يبقى دوت ممكن ان هو نقطة الانترفيرون وهو بعد كده هيبقى ايه بتاعه. المشكلة بقى في الناس اللي هم بيبقى عندهم الهايبر ثايرويدز، هل هي ديستراكتيف ثايرويدز دي ثايرويدز فيز ولا هي جريفز ديزيز؟ برضه بيعتمد انه نعمل ثايرويد فيز كمان ونبتدي نشوف الابديت بتاع الريتم ايه. لو الابديت بتاع الريتم عالي فده جريفز ديزيز، فممكن لو هو مايت ياخد لو هو هاي في الحاله دي انا محتاج ان انا اعمل الانجكشن ده اكيد. هو لو في سنه هتتحرك في الاوقات وهبتدي اعمل فيه الفيكتوم او الفيكتوم اكتر من الاثنين، وبعد كده هو ارجع تاني للبقيه فيقول لي تبتدي تبتدي. بالنسبه للسايرو توكسيك فيز بتاعت الفيروبايتس برضه غالبا هو بيبقى اسمتماتيك مش محتاجين تريتمنت، لكن لو كانوا لو هو ما عملش كنترول يبقى انا هنا محتاج ان انا اوقف الانترفيرون. لكن هو سهل قوي ان انا كونتين الانترفيرون بالريبليسمنت ثيرابي بتاعي. انا بس كنت صغير كده ان كان في حاجه
ومصممه داتا ودي يعني ليست انا هي بوش كوميونيكيشن. بعد كده كلمت حتى الدكتور سامح ابراهيم وقالت لي طب احسن من ايه من جهه بتاعتي ليه من الحكومه عشان السيد وده هي انزيستا من الجهه اللي هو الجزء بتاع الانترفيو. والحاجه العجيبه جدا ان هي اشتغلت في شرق المدينه ان هي كانت ريسبوندنج وما دخلتش في الكومنت. Thank you, Doctor, for your comments. The patient passed after that smooth period and she cleared the virus. 6 months later, she was negative. And now we move quickly because of the shortage of time to case two. This is a 54-year-old female patient, obese and diabetic. Routine investigations were performed and it was noted that her liver enzymes were high. As you see the display, now we are subjected to a case which is diabetic, who is diabetic and a candidate for interferon therapy. The patient has no history of drug or alcohol. She uses metformin for the management of her type 2 diabetes and ibuprofen as a need for the headaches she had. Now the question is, what is the impact of the drugs on the course of diabetes? This is one. Second, is there a hurry to start a treatment in such patient? The question in other way that if the diabetic patients has a progressive course in HCV patients or the liver is affected by the diabetes and had a progressive course, the natural course is progressive or not. So we have to know. We had a lecture about diabetes and liver this morning by Professor Sahli, but we would like to direct my questions to Professor Zamil Aziz Muhammad Al-Hasafi, Ustaz Al-Kabid, or Rais Wahdat Al-Kabid, Kulit Tab Jamaat Iskandariya. The change of the drugs, the impact of the diabetes on the natural course of HCV. بيشتغل على الـ PPAR جاما والـ PPAR ألفا اللي هي مهمة في الأكشن بتاع
مثلا يا اما اول لغايه ثاني يا اما استخدام الدراجز. بالنسبه للدراجز يستخدموا الاول الانتي اوكسيدانت زي فيتامين دي، لان هو بيحسن